مرحبا أعزائي متابعي قناة برلين بعيون عربية. أشرح اليوم هو عن الفيسبوك وتحديدا عن الحسابات المعطلة. قبل ما أبدأ أشرح لكم عن طريقة تقديم طلب لاستعادة الحسابات المعطلة، طلب أن تشتركون بالقناة وتفعلون الجرس لايك الفيديو. في البداية إذا كان حسابك معطل جديد لازم بسرعة تقدم هذا الطلب، لأنه مدة الطلب لازم يكون قبل 30 يوم تقديم الطلب. بعد 30 يوم كاتبين حتى لو عن طريق الخطأ فللأسف راح ينحذف. فإذا أنت إجاك هذا الفيديو فحاول ترسل لأصدقائك، إذا ترسل لأصدقائك لأنه إذا لا سمح الله تعطل عندهم حساب الفيسبوك هم أو أي واحد من عائلاتهم، فيقدرون خلال أول 30 يوم يرسلون هذا الطلب حتى أنه يرجع لهم حساب الفيسبوك. والآن راح ندخل من داخل متصفح جوجل كروم، ومن داخل المتصفح تشاهدون تقديم الطلب والشروط الموجودة. في البداية راح ندخل على متصفح جوجل كروم، هذا الرابط راح يكون بصندوق الوصف. تم تعطيل حساب الشخصي هنا مراجعة إنه عن طريق الخطأ، طبعا حتى أنت لو مو عن طريق الخطأ قدم إن شاء الله يرجع حسابك، عسى ولعل إنه يرجع حسابك 100%. هنا عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف، تمام، وهنا اسمك الكامل، وهنا تختار مرفق يعني وحدة من الهويات مالتك. وهذا رابط مثل ما تشاهدون تابع لشركة ميتا للفيسبوك. أي رابط خارج الفيسبوك ما موجود عليه الفيسبوك فهذا معناتها إنه شركة مهكرة أو تريد تهكر حسابك أو هوياتك، فما ترسل هذا الشيء. هذا تابع للفيسبوك. نزلنا إلى أسفل راح تلاقي خيار اختيار ملف، هذا الاختيار الملف راح يكون هنا الهوية راح ترسلها. هنا موجود عندهم إنه الهوية راح تنخزن لمدة سنة، لو حبيت أقل من سنة فتدخل على إعدادات تأكيد الهوية، راح تقفل هذا الخيار وتقفل هذا الخيار وترجع إلى الوراء، راح تلقي خيار أنه سيتم حذف نسخة بطاقة هويتك خلال 30 يوم من وقت الإرسال، تمام. فأنت لو حبيت أن تبقي أكثر من سنة، أنا من وجهة نظري تقفلون الخيارات حتى 30 يوم وبعدها تنحذف الهوية وتعمل إرسال. وإن شاء الله أي واحد يقدم حتى لو كان حسابه متعطل مو عن طريق الخطأ قدمه، إن شاء الله ترجع حساباتكم، عسى ولعل أنه الموظف اللي موجود مركز المساعدة يساعدكم. نهاية الفيديو، إذا عجبك الفيديو أكيد استفادت منه، رجاء الاشتراك مجانا واللايك مجانا وتفعيل الجرس، ساعدون مثل ما تساعدكم فيديوهاتي كلش قصيرة ومفيدة. رجاء الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس، خلوني أوصل للمليون، ومحتاج أوصل لـ3 مليون مشاهدة في الشهر حاليا. تحياتي ومع ألف سلامة.